UAE بالنسبة لنا هي أحلى مضمار، لو بعتبر حالي مثلا متسابق هي أحلى مضمار للجري والتسابق والتنافس. حياكم الله مشاهدينا الكرام وفي برنامج لآل الاتحاد، كما عودناكم دوما على استضافات ناجحة ومتميزة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم نحن متواجدون بإمارة أبوظبي للتعرف على رجل الأعمال والمستثمر داخل الدولة السيد منير سليمان أبو زرع. أهلا سيد الكريم. أهلا وسهلا فيكم، بتشرفوا بأبوظبي. برحب حضرتك معنا اليوم في برنامج لآل الاتحاد، وفي البداية حابين نتعرف على شخصك الكريم لجميع متابعينا. الله يحفظك. والله هي قصة نجاحنا هنا في أبو ظبي، أنا ومدامتي جوزيت نهرة، نحن كابل أصلنا لبناني مجنسين بكندا من زمان من السبعينات، وجينا فتحنا شغل في لبنان وفي كندا، وميزنا بين الأشغال في كندا وفي لبنان وفي الإمارات، لأنه أعمامها أخوات أبوها، وأبوها حتى أسس في الإمارات سابقا، وكانوا يلفتوا لنا نظرنا دائما أنه جربوا الإمارات، تعوا الإمارات. سنة 2000 قررنا نجي الإمارات، 2001 نقلنا مع الأولاد، حتى كانوا الأولاد سنة والصبي سنة والبنت عمرها 4 سنوات. جينا الإمارات فعلا كانت خطوة حلوة بسبب الترحيب والتسهيل والتأمين. ترحيب أنه تحصلي على تأشيرة عمل في الإمارات من أسهل ما يكون، بدل طبعا الإطاعة للقوانين المرعية الإجراء والتعايش مع مختلف الجنسيات بشكل متسامح وبشكل ودي وبشكل سهل. واللي سهلنا زيادة انه شفنا في الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة عندها تنافسية شريفة بين بعض، ما في تنافسية elimination يعني الغاء الاخر، كله عايش، كله بيشتغل، كله عنده طموح، كله عم بيحقق احلامه. ابتدينا بالاول شيء بشكل وظيفة، بعدين قلنا لازم نفتح شغل.
مدامتي خبيرة تجميل مجازة من وزارة التربية في لبنان بدبلوم دولي، وخبيرة فعلا لأنها كانت تشتغل مندوبة للانكوم في أكبر متجر ديبارتمنت ستور اللي هو الاي بي سي لبنان. وهنا فتحت لها صالون في الأول، صالون تجميل كان ناجح جدا اسمه إيفا على اسم حواء، ونجح الصالون. بعدين لقينا عندنا اثنيناتنا الكوميونيكيشن سكيل، انه الناس بترتاح لنا لما نعم بتم الاقناع باصناف معينه بمنتجات التجميل. حتى قلنا ليش ما نبلش نستورد اصناف تجميل. سابقا كان لنا خبره في الاستيراد من مختلف الدول، كنا سابقا انا شخصيا في عالم الكوميونيكيشن والموبايلات والاكسسوارز للموبايلات. حولنا خبرتنا اللي هي من امريكا وكندا لتايوان وتشاينا، وجبناها معنا للإمارات، وانطلقنا بتجارة أصناف مواد التجميل. ابتدينا أول شيء أكثر من 200 صنف، بعدين صرنا نعمل إليمينيشن إنه هذا الصنف بيمشي هذا الصنف ما بيمشي، خلاله ما بننكر فضل يلي مهد الطريق واللي عبدها اللي هي السياسة الحكيمة المتبعة في الإمارات للترحيب بالرسامين سواء كانت صغيرة أو كبيرة. كله له مجال وكله له هيز فيلد. الحمد لله نحن ابتدينا برسمال بسيط وبالتسهيلات المؤمنة والاستيراد السهل يلي تحصل على رقم جمركي، ترخيص استيراد، المصاريف الضرائب جدا مشجعة. يعني عندك ضريبة 5% على الجمارك و5% على الفي اي تي تسترديها من الاند يوزر. استفدنا جدا بهذا الموضوع، انه توصل الشحنة المطار ثاني يوم تطلع، او تطلع نفس اليوم اذا وصلت الظهر. كان في تسهيلات بتشجع الواحد على انه يكبر. صرنا حتى عندي لاين اوف كريدت في بنك في بيروت، اخذت اللاين اوف كريدت، اخذت لاين اوف كريدت من كندا، اشتغلت، رجعت وفيت اللاين اوف كريدت فورا، ما عزت لاين اوف كريدت من هنا. هنا الكل اللي عزته بستكتر بخيرهم حكام البلاد يلي عطونا الامان والسلام والترحيب. برجع بقول الترحيب مرافق دائما بالتسهيل والتسامح. يعني انا ولا مره حدا سالني شو دينك، كان الدين هو المعامله، التعامل. كنا كل الناس من 100 جنسيه انا بتعامل مع زبايني، عندي 300 كلاينت يلي هن الصالون دي كوافير، صالونات التجميل في الامارات، 300 في ابو ظبي، وعندي حوالي 150 في دبي. بوقت في موجود 8000 او اكثر صالون تجميل في الامارات كامل، ولكن اخترت الزبايني اللي برتاح معهم وتسهل تعاملهم سهل كمان. هول كلهم عايشين تحت قانون واحد، ما حدا بيخالف القانون. حتى لو ظهرت في سيارتك بتشوفي قانون السير موحد، ما في شوازات، ما في مخالفات. اللي بصير مخالفات عم بيكون العقاب يعني مرن ولكن مؤدب. أكيد. عشنا هنا، عشت أنا في كندا، عشت في نيويورك، عشت في تايبي، عشت في لبنان، زرت العالم العربي كله، ما شفت بلد أجمل من الإمارات. مش بس طبيعة، إداء وفعالية وتعبك هنا ما بيروح دعام. يعني للأسف أنا في لبنان أسست شركة وكان وصلت عندي 36 موظف، ولكن زي لعبة الحية والسلم، بعلمي بتكون صرت بالمربع 70، تلدغك الحية تنزل للمربع 1. هاي هنا في الإمارات لا، كل سنة في بروغريسيف، كل سنة يتقدم الواحد. نحن ابتدينا من رسمال بسيط، الحين نملك شركة في جزيرة قبرص استيراد وتصدير، نملك شركة في هونغ كونغ، أنا شريك في شركة في تشاينا، وشريك في شركة في كندا، وشريك في شركة في لبنان، وكله بيدفع ضرائب وكله عنده special profit، بس the profit is minimum comparing to UAE. سيدي الكريم، رحلة النجاح ورحلة العمل عند حضرتك مثل ما ذكرت، والتنقل في دول العالم التي أكسبتك خبرة كبيرة في هذا المجال، لا ننكر أن أي بداية قصة نجاح يكون فيها بعض التحديات والصعوبات. لو نسترجع هذه التحديات الأولى والصعوبات الأولى للعمل الحر والبزنس. والله التحديات كانت في الأول أنه عندنا صالون، والصالون طبعا يتعاطى الريتيل، يعني ضمن إمكانية صالون عندك الاحتكاك فقط مع زباين يشتروا قطاعي فردي. وكنا نلاحظ أنه المستوردين في البلد هنا حاطين مارج أوف بروفيت عالي. هذا أثار عنا الحافز أنه ليش نحن ما نستورد، ونحن عنا جواز كندي، بندخل تايوان من غير فيزا، بندخل أوروبا من غير فيزا. يعني سهلنا جوازنا كوننا اثنين كنديين وعنا لغات، ونتواصل مع الإيطاليين بالإيطالي والإسبانيين بالإسباني، حتى الصينيين أنا ملم باللغة الصينية. اللي صار صرت أحضر معارض دولية أنا ومدامتي،
المعارض الدولية سواء معرض دبي بيوتي وورد أو معرض أبو ظبي للتجميل، بس في كمان معارض أكبر وتاريخها قديم أكثر يلتقوا فيها كل المتنافسين تحت سقف واحد، يعني معرض هونغ كونغ كوزمو بروف، معرض بولونيا كوزمو بروف، معرض لاس فيغاس كوزمو بروف، اي بي اس انترناشونال بيوتي شو في نيويورك، كلها هي كنا نروح لها. والحمد لله ما عندنا عائق التأشيرة، يعني الدخول سلس وسهل بالمعارض هاي. بتشوفي مثلا الجناح البرازيلي كل منتجات البرازيل يتنافسون تحت سقف واحد، منتجات ايطاليا في الايطاليان بافيون، امريكا الجنوبية، امريكا الشمالية، كندا، استراليا، اليابان، كوريا، كل جناح موجود فيك تزوري عدة اجنحة بنهار واحد. بقى بنروح معرض 4-5 ايام عم نقطف منه ثمار حلوة كتير، اذا كان samples to study or evaluation نشوف تقديرها هاي السامبل شو بتعطي نتيجة، ونتواصل مع الشركات بالداتابيس اللي اذا انا نسيت شغلة زوجتي تساعدني تسجلها، ونشتغل على طريقتهم يلي هي تدبيس الكارت، لان ما في مجال تعمل سكان خلال المعرض. It's a big wave of business، في ناس كتير خاصة معرض هونغ كونغ، ندبس الكروت ونحط ملاحظة على الاجندة هيك كل مبتدئ يعني. بعدين صرنا نطور انه نتصل بالسبلايرز، نلاقيهم برات المعرض حتى، يعني في اشهر ما فيش معارض، نشوفهم عشان نشوف شو طلع عندهم جديد بين معرض ومعرض، بناء علاقات جديدة يعني. نعم، والاصناف الجديدة هي الاصناف اللي تجيب لي بروفيت، لان لسه ما حدا شافها غير على النت. لما تجيبي انت يقولي والله هاي بدبي عنده اياها، كيف عنده اياها؟ فاذا هذا شيء مميز. زي نحن بمصلحة الشعر هلا راح تشوفوا انه عندنا الشعر النادر وجوده طول متر، شعر بني آدم طبيعي 100% طول متر. يعني مواد ممكن ما بلاقيها في أماكن ثانية، وطبيعية 100%، ليست صناعية. ما يفرق يعني، لأنه بعض الأشخاص ما بتفرق يعني، ما بتفرق بيناتهم. لا بس عندي اصطناعي للي بده يدفع سعر منخفض. ضروري لقيت أنا بخبرتي بالحياة البزنس لازم يكون عندي two choices for the medium and lower class and for the medium and higher class. بهيك بتكوني أخذتي براكت كبير من الـ population بالسوسايتي. يعني يلي ببيع بس high end upscale product حيكون عنده يمكن شريحة 10-20% of the society. الإمارات مثلا تعدادها 9 ملايين حيصيب أقل من مليون كزباين، بينما يكون عندك أنا بتدخل عندي مثلا موظفة راتبها يمكن 4,000 درهم، حتلاقي طلبها كمان، أعطيها شعر نفس الشعر look نفسه من غير overshine، it look kind of mattification يعني matte somehow, it look very real، وبالآخر حيكون السعر 200 درهم بدل ما يكون 2,000 درهم. هنا العمل على أنه يكون جميع الزبائن اللي بتتعامل معكم بتلاقي متطلباتها، يعني هون عملية الاختلاف والتوسع في المنتجات هي من مبادئ واستراتيجيات العمل. دعنا نتحدث عن استراتيجية العمل مثل ما حضرتك ذكرت وزوجتك أيضا في هذا المشروع هنا في دولة الإمارات. التوسع، نتحدث ليس فقط عن نطاق إمارة أبوظبي، نتحدث عن التوسع في كامل الإمارات وفي دول العالم. هل هناك هذه المنتجات تصل إلى كامل دولة الإمارات، تصل إلى الدول المجاورة للدولة؟ نعم، بالنسبة للوصول اليوم بيساعدنا كتير السوشيال ميديا، يعني نحن عنا شخص مختص بالإنستغرام، هي بتعمل ديزاين، خريجة جامعة طبعا وموهوبة، غير انه دراستها هي موهوبة، البنت بتسوي لنا الإنستغرام up to date daily. لاحظنا انه الإنستغرام عم بيوصلنا حتى على كل العالم العربي وحتى بلجيكا، في ناس اتصلوا فيهم بلجيكا وتم التواصل بالنسبة انه نرسل لهم سامبلز واشتروا السامبلز، رجعوا بعد السامبلز عدوا طلبية كبيرة. وصلت بضاعتنا كمان باي ريفرس، هي بضاعة مصنعة بامريكا ورجعت وصلت على امريكا، اتصلت فيها صالون تيفاني تايلر بامريكا ببيفرلي هيلز، عندهم بتكساس، عندهم ببوستون، بعواصم كبيرة عندهم فروع، وصاروا ياخدوا منا. انه الانترنت اليوم عم تحطك على بلاتو رائع منتشر اكزيبيشن لكل العالم. واللي بيساعدنا انه لما بتذكري الهيد اوفيس ان يونايتد عرب اميراتس، واو، ابو ظبي اليوم مشهوره كتير بالفورمولا 1، مشهوره كتير باليو اف سي، كل الشريحه العمريه بين 15 او حتى بين 10 سنوات لغايه 60 سنه، كلنا رجال وبعض النساء يحضرون اليو اف سي. واليو اف سي صارت عاصمتها مش لاس فيغاس، صارت عاصمتها ابو ظبي، عاصمه الامارات العربيه. دبي
حدث ولا حرج، ما في حد ما يعرف دبي طبعا عاصمة المال والأعمال. الفجيرة رأس الخيمة كل الناس عارفين هاي الإمارات والشارقة إنه it's very easy to open a business, you go there with a good record, good reference, your bank reference, and then you pay very low amount of money to get a license valid for 2 or 3 years. وتشتري بعدها تأمين صحي والأمان، أهم شيء الأمان. اليوم أي رب عائلة young couple أو couple مثلي، أنا أولادي صاروا شباب الحمد لله، بنتي خلصت الجامعة، من أول يوم خلصت الجامعة ما قدمت CV على لينكدين إجاها وظيفة بإحدى أكبر شركات الإمارات. كمان بيطلعوا على أصحاب الكفاءات لما يشوفوا في لغات، في باتشلر أو ماستر ديجري، في كوميونيكيشن سكيل، أهم شيء هاي الأيام الهاي كوميونيكيشن سكيل. اليوم ابني إجا لهنا عمره سنة، ابني اليوم قالي له بملكك أي بلد في العالم، بيقول لك لا ما بترك الإمارات، وعنده أصحابه في أبو ظبي لأن تخرج من أبو ظبي هاي سكول، بينزل أسبوعيا على أبو ظبي، هو ساكن دبي. يعني الإمارات أمنت لنا جو غير البزنس، حتى أمان وسلام. يعني أنا بكون مثلا مسافر بنيويورك قبل الكورونا، بطلب مدامتي بتقلي يلا أنا بعد نص ساعة بصير بالبيت، بتقلي بدي أشوف فايل موجود في البيت، بتقلي نص ساعة بكون بالبيت، أنا بالمول بالسوبر ماركت، ما بعتلهم ولا بشيل هم، لأنه عارف أنه ما فيش تحرش، ما فيش معاكسات، ما في هولد أبس، ما في يعني قمة المدينة الفاضلة، هيك فينا نسميها المدينة الفاضلة. أكيد يعني هذا البلد يرمز لحضرتك كثير، وخاصة من خلال خبرتك وسنوات اللي عشتها هنا، فالإمارات أكيد لها مكانة كبيرة في قلب حضرتك. الشباب هنا كيف ترى نظرته إلى العمل الحر؟ الجميع من يملك فكرة العمل الحر ولكن يخاف الخطوات الأولى، يرى في أستاذ منير، يرى فيك الرجل الأعمال الناجح الذي سافر وتعرف على ثقافات عدة وكان هنالك بعض نقاط الفشل وثم نجاحات، لن يأتي النجاح دون خطوات فاشلة في البداية. ما هي الرسالة التحفيزية التي قد تكون من حضرتك لجميع الشباب الراغبين في العمل ودخول هذا المجال؟ بالنسبة للرسالة للشباب المعاصر يلي خريجين جامعات أو خريجين سنويات أو مهنية، بتمنى عليهم يتذخروا بالعلم والمعرفة والاطلاع على اللغات. كل لغة هي كأنك داخلك رجل تاني، يعني طبعا رجلين أقوى من رجل واحد، أو أنستين أقوى من أنسة واحدة، سواء جسديا أو ذهنيا. اللغات هي الطريق المعبد للتواصل الاجتماعي، واليوم أنا إذا بدي وظف حد أو أنا بدي حتى أروح أتوظف يوما ما عند حد، فضل نختار يلي عنده high communication skill، يلي يعرف يتواصل ويوصل الفكرة ويوصل المعلومة اللي هو تدرب عليها للمريد المعلومة أو للزبون أو لل other business to business. اليوم الشباب يلي يتخرج يحصل أولا وظيفة قبل ما يبدأ بزنس، لأنك بس تخرج أنت بتعرف بس theories. لو عملت internship، لو كنت intern ببعض الشركات العالمية، تتوظف بالأقل 3 سنوات، بتكون صرت بالعمر حوالي 25. If you want to launch a small business with a small capital or medium business, but never after 3 years only of experience، بعد 3 سنوات فقط من الخبرة تبتدي بشغل ضخم برسمال، يعني بزخيرتك كاملة. خلي معك زخيرة، لأنه طبيعي أنه الإنسان يعمل بنك ربسي مرتين في حياته، والأفرج في وارن بافت بأمريكا بيقول average of an American businessman he go 3 times and a half bankruptcy per lifetime. يعني إذا واحد انكسر مرة يمكن يعمل second chance fresh start. بقى ما يكون عندك احباط، دائما sky is the limit but طلوع السلم درجه درجه. يعني invest in yourself. انا شخصيا ابتديت من van and distribution for people who imports. I wasn't an importer. الصنف بيتغير، الهم التجاره نفس المبدا، تعريب الزبون الفضي من الزبون الذهبي من الزبون يلي مش رح تتعاطى معه انيمور، لان في زبون very bad credit you can't take even his check، وفي زبون تصير تتعامل معه مقابل فاتورة، مقابل دفع ملحق دفع مؤخر، انت بتصير تعمل فلتر. بس بداية بعد التخرج 3 سنوات وظيفة، كل ما كانت الشركة كبيرة وعالمية كل ما كان افضل تكسب خبرة اوسع.
سيدي الكريم، نحن في دولة المستحيل، وحضرتك لمست هذا الشيء من خلال عيشك هنا في دولة الإمارات. فما هي الرسالة والكلمات التي تبعث إلى قادة وشيوخ وشعب الإمارات؟ والله بالنسبة لقادة الإمارات تحية مدنية وعسكرية حتى، لأنه عطيت من عمري أفضل 20 سنة في عمري اخترتهم يكونوا في الإمارات، ولم أكن مرغما بكل اختياري بين عمر 40 لعمر 60. حاليا أنا عمري 60 وما بندم على يوم واحد قد ما اخترت الاختيار الصح، ولفيت العالم كله مدينة مدينة، وسكنت في مدن ضخمة مثل نيويورك مثل تايبي سنة كاملة 4 فصول، ما شفت أحسن من الإمارات. حتى بلدي الأساسي لبنان يمكن طبيعة تتساوى في بعض المناظر مع الإمارات كخضار وهيك، بس لا، إذا بيرجع بعيد all over again I choose again دبي. and I regret somehow ليش مش يمكن عمري 20 سنة جيت الإمارات، كان صار للحين 40 سنة بالإمارات، وهي كنت بفتخر فيها، لأنه اللي أمنوا لنا إياه حكام الإمارات الله يرحم والدي ووالديكم ما أمنوا لنا إياه. اللي أمنوا الحكام ما حد أمن لي إياه، من أمان لتسهيلات لتسامح. يعني أنا جدا شاكر لهم أنا وعائلتي، لأن أمنوا لنا جو ولا أجمل. رجل الأعمال والمستثمر السيد منير سليمان أبو زرعة ومدير إيفا تايبير من إمارة أبو ظبي، بنشكر حضرتك على تواجدك معنا اليوم. هذه قصة نجاح مشاهدينا الكرام جديدة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقصص النجاح متواصلة هنا داخل الدولة. نحن ملتقانا الأسبوع القادم، دمتم في أمان الله.